انا عايزه برضو اسالك، يمكن معظم المتحمسين للمونديال مش حابين روسيا تخرج من البطوله، حتى برضو انت استاذ عمر كنت بتقول يعني يا ريت تكمل، على الرغم من كرواتيا تستحق الفوز لتاريخها وكله. طبعا بص حضرتك، مبدئيا الانسان بطبيعه امره بيحب الجانب الضعيف، فاحنا روسيا اضعف من كرواتيا، بنتعاطف معاه، فاحنا متعاطفين مع روسيا. روسيا كانت مع مصر في المجموعه، روسيا صاحبه الارض والجمهور، زي ما حضرتك عارف انا دايما البلد المنظمه بتصرف مصاريف كبيره جدا وجهد بتبذله من حيث ان هي تقدم نسخه محترمه زي اللي احنا متابعينها، وبالتالي كل ما روسيا تكون موجوده اكتر كل ما تلاقي في وجود جماهيري كتير جدا في الملعب. في نفس الوقت احنا يعني روسيا مشوقه، لعبها مشوق، اللي هو احنا قاعدين مترقبين النتيجه. هل عامل الارض بيأثر في المباراه اللي دايره دلوقتي مع طبعا روسيا؟ الارض والجمهور 50% من قوه الفريق، يعني حضرتك على سبيل المثال مصر في يوم من الايام لما لعبت 2006 امم افريقيه امام منتخبات عملاقه، مصر قدرت تفوز بسبب الارض والجمهور، فده اللي بقول لحضرتك عليه، ان احنا عامل الارض والجمهور طبعا في بعض المواقف بيكون سلبا، لكن مع روسيا منتخب ايجابي جدا. ليه؟ روسيا عمرها ما صعدت لدور الثمانيه قبل كده، ولا 16 ولا 8، فبالتالي كل الناس متعاطفه معاه، بدليل ان رئيس روسيا اخذ قرار ان لو روسيا وصلت السيمي فاينل هيبداوا ينتجوا عمله معدنيه جديده بمناسبه الحدث التاريخي اللي عمره ما حصل قبل كده. فبالتالي انا شايف طبعا ان روسيا ان احنا متعاطفين معاها طبعا عشان الارض والجمهور والكلام الحلو طبعا ده كله، لكن على الورق لو احنا كمحللين كره قدم عايزين نستمتع اكتر، اكيد طبعا كرواتيا وجودها باللعيبه التقال جدا اللي موجودين عندها ده اعتقد هتمتعنا اكتر في السيمي فاينل.